السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما اتفقنا بعد ما خلصنا أساسيات الكمبيوتر والإنترنت النظري والعملي، هنتطرق لجزء مهم جدا في الباوربوينت، في جزء الأدفانسد أو المتقدم في جزء الباوربوينت. احنا كنا شرحنا الوورد والإكسل والباوربوينت، حاليا النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض في الجزء الأدفانسد. هنتعلم ايه بالظبط النهارده؟ هنتعلم ازاي نعمل انيميشن لشكل عندي او لعرض باوربوينت. هنتعلم ازاي اعمل برضو لو الوقت كفانا ان شاء الله هنعمل شخصية كرتونية ازاي نعملها على الباوربوينت، لو مكفاش ان شاء الله هناخدها المحاضرة اللي جاية. طيب الناس يا ريت دلوقتي، كل الناس اللي موجودة معايا يا ريت تكون موجودة على الأجهزة عشان خاطر هنطبق مع بعض خطوة بخطوة، عشان ما فيش أي خطوة تفوت الناس. تمام؟ طيب تمام، كنا اتكلمنا في حاجة عندي اسمها ICDL و IC3 و ICDL Literature والموس اللي هو MOS، وفي حاجة اسمها التحول الرقمي. التحول الرقمي، طيب لو جينا اتكلمنا على أول حاجة الموديولات اللي بتتشرح، أنا عندي أساسيات الكمبيوتر، أساسيات الإنترنت، أساسيات تكنولوجيا المعلومات، والوورد والباوربوينت والإكسل. لو جينا اتكلمنا على الاي سي دي ال، الاول كانوا 7 مديول وبعد كده بيجوا 3 مديول. السبعه عندي الوورد، الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، اساسيات تكنولوجيا المعلومات، وكان في برنامج اسمه الاوتلوك مع اساسيات الانترنت. دلوقتي اتقسموا بيه 3 مديولات فقط، اللي هو الوورد والباوربوينت والاكسل مديول، واساسيات الكمبيوتر والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات مديول، والمديول الثالث هو مديول جديد اسمه الأمن السيبراني. امتحانات كلها، كل امتحان مكون من 36 سؤال لمدة 45 دقيقة، ما عدا امتحان الأمن السيبراني مكون من 45 سؤال لمدة ساعة. طيب الـ IC3 من أول ما انشأت، الاي اس 3 كانت 3 مديول. اول مديول فيهم وورد والباوربوينت والاكسل اللي هي التطبيقات المكتبيه. المديول الثاني اللي هو اساسيات عندي الكمبيوتر وعندي الانترنت وعندي تكنولوجيا المعلومات. الانترنت لوحده في مديول، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في مديول مع بعض. شركه الاي اس دي ال اسمها اريبيا، شركه الاي اس 3 اسمها سيرت بورد. طيب الاي سي دي اللي تيتشر عندي اساسيات الكمبيوتر، اساسيات الانترنت، اساسيات تكنولوجيا المعلومات، والوورد والباوربوينت والاكسل، وحاجه اسمها المشاركه عبر الانترنت، وعندي امن المعلومات للمعلم، وعندي الطباعه وادخال البيانات. 9 مديول. 9 مديول. طيب اللي امتحن الشهاده الدوليه بتاعت الاي سي دي وعايز يمتحن الشهادة الدولية بتاعت الـ ICDL Teacher، ما بيمتحنهاش تاني من الأول، بيمتحن ال3 مديول المتبقيين اللي هما إيه؟ اللي هما المشاركة عبر الإنترنت، وأمن المعلومات للمعلم، والطباعة وإدخال البيانات. الطباعة وإدخال البيانات ما تعتبرش مديول، لأن الطباعة بس كل الفكرة نفسها إن هو بيشوف أنت يعني سرعتك في الكتابة بتكون قد إيه؟ يعني بيديك قطعة معينة بيقول لك اكتب لي القطعة دي، بيشوف الوقت اللي انت بتكتب فيه القطعة دي. فده مديول بسيط، المشاركة عبر الانترنت، وامن المعلومات اللي هو الامن السيبراني. طيب ده بالنسبة للاي سي دي ال، والاي سي دي ال برضه تيتشر اللي هي شركتها اريبيا. طيب الموس او الام او اس، مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست، عندي متخصص، بعد كده عندي اللي هو مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست اكسبورت، وعندي بعد كده اللي هو خبير، وعندي بعد كده مايكروسوفت اوفيس سبيشاليست ماستر.
ماستر او زي ماجستير في مايكروسوفت اوفيس او برامج مايكروسوفت اوفيس تبع شركة مايكروسوفت. بعد كده عندي حاجة اسمها التحول الرقمي. التحول الرقمي دي شهادة بقت شرط اساسي علشان الواحد يحصل على الماجستير او يحصل على الدبلومة او يحصل على الدكتوراه، لازم يكون معاه شهادة التحول الرقمي. شهادة التحول الرقمي بتكون معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. المجلس الأعلى للجامعات. طيب، بتكون بديل عن الـ ICDL والـ IC3. طيب، الشهادة دي تعتبر شرط أساسي للمنح والترقية لأعضاء هيئة التدريس. لو جينا اتكلمنا على المحتويات بتاعت التحول الرقمي، تتكون من 7 مواد. 7 مواد، منهم 5 اجباري واثنين مواد اختياري. يعني اول حاجة بيديك 5 مواد اجباري عليك، وبيديك 5 مواد بتختار منهم اثنين. 5 مواد بتختار منهم اثنين. المواد الاجباري اللي معايا تكنولوجيا المعلومات، واللي هو الكمبيوتر اللي هو نظام التشغيل، وبرنامج الوورد والباوربوينت والاكسل. طيب، اما الاختياري بيكون ما بين 5 مواد برضو. عندي الاكسس اللي هو اساسيات قواعد البيانات، عندي الشبكات، عندي تصميم المواقع، عندي تطبيقات الهاتف، عندي الفوتوشوب. دول 5 اختياري بختار منهم 2 بس. كنصيحة، الافضل ان انا بختار ما بين أساسيات قواعد البيانات اللي هو الأكسس وتطبيقات الهاتف والفوتوشوب، أسهل 3 ممكن أختار منهم. تمام. للعلم ونصيحة للكل، اللي بيجي يمتحن التحول الرقمي بيدوك منهج للتحول الرقمي الكتاب. فأتمنى إن الناس ما تعتمدش على الشرح العملي فقط، إن في أسئلة نظرية بتيجي. فيا ريت الناس تذاكر الكتاب كويس، إن الأسئلة كلها من جوه الكتاب. الأسئلة كلها من جوه الكتاب. طيب، معلومة برضو ممكن محدش يقولها لكم، الشهادة نفسها بتاعت التحول الرقمي الصلاحية بتاعتها 5 سنين. أنا أصدرت الشهادة مثلا النهاردة بتاخد 5 سنين فقط معايا. طيب، مين اللي بيعفى من الشهادة دي؟ طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة، وأقسام الحاسب بكليات العلوم، وأقسام إعداد معلمي الحاسب. دول بيعفوا من الحصول على شهادة التحول الرقمي. إجمالي أيام التدريب بتكون 14 يوم تدريبي بإجمالي 70 ساعة تدريبية، بواقع 5 ساعات يوميا. في حالة رغبة الطالب في إكمال باقي البرامج تكون بشهادة وتكون منفصلة عن الشهادة الأساسية. يعني إحنا قلنا بيكون 10 مواد، 5 إجباري و5 اختياري. طب أنت عايز تكمل، امتحنت 7 مواد، عايز تكمل الثلاثة الباقيين، بيمتحن الثلاثة الباقيين بس بتكون لكل واحدة فيهم شهادة منفصلة. يعتبر الطالب ناجحا في البرامج إذا حصل على نسبة 70%. 70%. طيب، في حالة الرسوب بيتم إعادة الاختبار، ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج. دي اللي هي شهادة التحول الرقمي. كده أنا أتمنى أن الناس تكون عرفت الفرق ما بين الـ ICDL والـ ICDL Teacher والـ IC3 والـ MOS والتحول الرقمي. يعني بإذن الله في نهاية الدبلومة هتكون أنت درست منهج الـ ICDL كامل، والـ ICDL Teacher والـ IC3 والـ MOS وجزء من التحول الرقمي ببرنامج الأكسس. هيكون فاضل لكم بس اللي هو الفوتوشوب، أو ممكن نتطرق لتطبيقات الهاتف بحيث إن الناس تكون مخلصة الدبلومة وهي فاهمة الشهادات دي كلها بتتكلم عن إيه. طيب، لحد هنا في أي حد عنده استفسار؟ ولا ابتدي أكمل في شرح النهاردة؟ حد عنده استفسار؟ الصوت مناسب وصل للناس ولا لا؟ الصوت تمام يا باشمهندس. تمام. طيب، بدايتنا النهاردة إن شاء الله هتكون
ازاي اعمل مشهد احترافي عن طريق الباوربوينت. الناس تمشي معايا خطوة خطوة علشان هي محتاجة تركيز شوية معايا. بداية كده أول حاجة أنا عايز صفحة باوربوينت أو سلايد يكون فاضي خالص. علشان أخليه فاضي أعمل إيه؟ أول حاجة بقى الصناديق اللي عندي دي او البوكس اللي عندي بحذفها، بقف على البوردر بتاعتها او الحد بتاعها من الخارج وادوس على باك سبيس. نفس القصة كده انا كونت يعتبر صفحة فاضية، كونت صفحة فاضية. دي اول خطوة. اجي بعد كده للخطوة اللي بعدها، بروح على insert اللي هي ادراج، وبدر الشكل. تمام، ادي شيب. للعلم في اوامر هنستعملها بعد كده في الباوربوينت محتاجة اقل حاجة 2016، اوفيس 2016، فأتمنى الناس كلها تسطب 2016. أول حاجة أنا هاخد شكل زي دي، أدي تاني أدي الشيب، واخترت شكل زي ده اسمه دبل ووف اللي هو التمويجة. ممكن ألغي دي، أروح على انسيرت، في تمويجة زي دي، أيوة هي دي، أخد تمويجة، في تمويجة معينة إحنا عايزين نعملها، هي فين؟ ماشي هناخد دي. حلو، بعد كده انا عايز اغير اللون بتاعها. انا اول حاجه ادرست الشيب، بعد كده اروح اغير اللون بتاعها من فين، من شيب فيل، اختار اللون ده، اختار اللون ده باول حاجه ادرست الشكل، وبعد كده هروح على شيب فيل هختار لون زي ده. دي اول خطوه. الخطوه اللي تانية اعمل برضو نفس الشيب، انا عايز اعمل دبل من الشيب اللي تحت، عايز ادرج واحد بنفس الشكل اللي تحت، كنترول دي اهو، اكبره شوية. تمام، اخليه باللون مثلا الاخضر، بس انا عايز ارسله للخلف، اخليه ورا الشكل اللي من تحت. اعمل ايه؟ في حاجة اسمها send backward، اختار منها send to back. كده انا ارسلته للخلف زي ما انتم شايفين. اللون نفسه انا عايزه مثلا لون زي ده. لحد هنا في اي مشكلة؟ بأول حاجة اخلي صفحة باوربوينت فاضية، بعد كده هدرج من انسيرت اروح على شيب واختار شكل اسمه دبل وو اللي هو تمويجة، بعد كده هعمل منها نسخة تانية كنترول دي، واحد اخلي لونه زي اللون الاورنج بس الفاتح، واللي فوق باللون الاخضر. اجي برضو على شيب، انا كله ده في شيب لسه، هعمل مستطيل. مستطيل اهو زي ما انتم شايفين، بس اعمل له برضو ارسال للخلف. انا عايز اخلي ده لونه زي لون السما، لون السما. اهو لون السما
ده اللون السماوي. طيب بعد كده انا عايز ارسم هنا شجرة، برسمها ازاي؟ انا كل ضيق من شيب، فين انا هختار مثلا شكل زي ده اهو. احاول اصغر الحجم بتاعه واخلي لونه باللون البني. زي ما انتم شايفين كده، برضو من insert و shape، واختار انا عايز اعمل زي فروع الشجرة. فروع الشجرة بعملها ازاي اهي؟ باللون الاخضر، خلي لونها لون اخضر اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده عايز ارسم الشمس، الشمس برسمها ازاي؟ برضو من انسيرت، انا كل ده بستخدم اشكال، اختار دايرة من انسيرت وشيب، بعد كده هختار دايرة، بعد رسمت الدايرة اخليها بس من بره كده، لون الشمس لونها لونه اصفر. أعمل حوالينها توهج من شيب افكت جلو اللي هو توهج اهو. الحجم نفسه بتاع التوهج عايزه أكبر من كده، هروح على جلو واختار حاجة اسمها جلو اوبشن، أد السايز أكبر التوهج شوية. دي اولى الخطوات اللي احنا عملناها. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ مسحنا، مسح مسح مسح، هعمله تاني خطوة من الاول. اروح انا شغلي كله على الشيب، اختار شكل تمويجة زي ده اهو، اخلي لونها ايه زي ما قلنا باللون ده. هاخد نسخة تانية من الشكل دي كنترول دي، اعمل لها سند تو باك، ارسال للخلف، او كليك يمين عليها واختار سند تو باك، اخلي اللون بتاعها لون اخضر زي ما انتم شايفين كده. بعد كده برضو من insert و shape اختار مستطيل وهرسم المستطيل بتاعي ده كله، عشان هنا عايز في المستطيل ده احط اللون السماوي لون السماء. اعمل له send to back، اغير اللون بتاعه للون السماء، اللون السماوي زي ما انتم شايفين. بعد كده رحت على insert و shape واخترت برضو شكل تاني، انا عايز ارسم شجرة. اخلي اللون بتاعه اللون البني. عايز ارسم فروع الشجرة من insert و shape، وبعد كده اختار الفروع. خلي لونها باللون الأخضر. طيب بعد كده هرسم الشمس من insert و shape، اختار اللي هي الشمس. لونها لون الشمس لون اصفر، واعمل لها توهج حوالينها من شيب افكت واختار جلو واختار لون التوهج. اخترت لون التوهج، عايز اعمل او اجيب الحجم بتاعه
برضو من جلو واختار جلو اوبشن سايز، بعد كده اختار منها اكبر شوية له الحجم بتاع التوه. حلو خالص كويس، دي اول خطوة. حد هنا اتمنى ان ما يكونش في اي مشكلة، عشان الخطوات الجاية لازم كلنا نركز فيها. اول حاجة انا عايز اعمل حركة للشمس دي بحيث ان هي تتحرك اللي هو الناحية اليمين دي، تفضل ماشية كده اهي. اعمل لها حركة ازاي؟ عندي في حاجة اسمها انيميشن او حركات، انيميشن او حركات، اروح على انيميشن، وفي حاجة اسمها اد انيميشن، اضافة حركة، اضافة حركة، وانزل تحت في حاجة اسمها المور موشن بيس، اللي هو ايه، ان انا عايز اعمل اشكال حركة اكتر او اضافية او مسارات حركة اضافية، هضغط عليها ظهر معايا حاجة بالشكل ده. اللي احنا وقفنا عنده اخر حاجة وقفنا عندها اللي هي الشمس، عايز اعمل للشمس مسار حركة. اعمل لها مسار حركة ازاي؟ اضغط عليها كده واروح على حاجة اسمها انيميشن او حركة، واختار اد انيميشن، اضافة حركة. تحت خالص في حاجة اسمها المور موشن فيسز، اللي هو مسارات حركة اضافية، هضغط عليها. في حاجة اسمها لاينز وكيرف، اللي هو الخطوط والكيرفات المنحنيات. في حاجة اسمها ليفت ورايت، اختار رايت زي ما انتم شايفين كده. طيب ادوس على اوكي، اخد النقطة الحمراء اللي انا شايفها دي واسحب كده، اسحب. انا عايز توصل لحد فين؟ حد هنا مثلا اهي. هنا في الـ duration أو المدة هزود لحد ما أوصل مثلا، كمثال خليتها اهو 12، أو خليها مثلا في المدة 13، دي المدة بتاعة الحركة. لما أجي أعمل بريفيو، أدي حركة الشمس، حركة الشمس زي ما أنتم شايفين. طيب انا عايز هي والشمس بتتحرك السماء نفسها لونها يتغير، اللي هو ده، اضغط عليها. بعد كده بروح على السماء اللي من تحت دي واختار حاجة اسمها الفيل كولر، اللي هو لون التعبئة، لون التعبئة محدد لي من هنا لون التعبئة، أنا بختار اللون اللي أنا عايزه، اختار مثلا اللون ده. طيب أدوس بريفيو كده، لحد الآن اللون ما تغيرش. هتغير امتى؟ بعد ما الشمس عدت. بأول حاجة لون التعبئة هنا غيرته، حيث إن الشمس لما تيجي تعدي لون التعبئة نفسه هيتغير، أو اللون نفسه هيتغير مع حركة الشمس. حد هنا تمام. طيب بعد كده بقى اي شكل هجيبه او اي حاجة هجيبها هتبقى متحركة، بمعنى انا هجيب صورة طائر متحرك واحطه هنا،
وأجيب صورة راجل متحرك وأحطه هنا. يعني لو جيت مثلا دخلنا على جوجل ورحت كتبت مثلا صورة طائر متحرك، بس هزود صيغة الجي اي اف اهي، هذا الطائر المتحرك اللي انتوا شايفينه اهو، كليك يمين واختار حفظ الصورة باسم وخليها على سطح المكتب، خلي مثلا اسمها صورة طائر متحرك. ادوس على سيف. اخذ الطائر المتحرك زي ما هو كده. كده فتح معايا. هنروح على الباوربوينت واختار انسيرت، بعد كده بيكتشر ديسكتوب، واختار اللي هي اختار صورة الطائر المتحرك اللي عندي زي ما انتوا شايفين اهو. بس انا عايز الطائر نفسه بيتحرك عكس اتجاه الشمس اهي. صغر بس الحجم بتاعه واجي احطه هنا. نفس اللي انا عملته للشمس انا هعمله للطائر المتحرك برضو. هعمله للطائر المتحرك ازاي؟ اروح برضو على انيميشن او حركة واختار اد انيميشن واختار مور موشن بيس اللي هو مسارات حركة اضافية. المرة دي الطائر المتحرك هيتحرك ناحية اليسار، اختار لف زي ما انتوا شايفين كده. هحركه اهو. خليه مثلا كده اهو عكس زي ما انتوا شايفين. وجينا عملنا بريفيو، لو ما اتحركش ليه هنعرف السبب بعد كده، هنعرف السبب انه اللي خلاه ما يتحركش. ديوريشن هخليها مثلا 11، علشان كلمة start المفروض تبقى with previous. هنعملها بس بطريقة تانية، هنعملها بطريقة تانية تمام. طيب هذا الطائر المتحرك زي ما انتم شايفين. طيب صورة الراجل نفسه هروح مثلا برضو خلي الجي اي اف صورة اختار الصورة الأنسب فيهم. دور على صورة مناسبة
في صورة عندي أو صورة أنا أعرفها، الناس تختار برضو الصورة الأنسب ليها. تمام، أنا الصورة الأنسب بالنسبة لي برضه ما جاياش معايا. طيب انا هجرب مثلا صورة زي دي، احفظها على الجهاز عندي، احفظ الصورة على الجهاز عندي. هروح على الباوربوينت وادوس انسيرت، بعد كده بيكتشر، ادي الصورة. هلاقي الصورة فيها خلفية. طيب انا عايز اشيل الخلفية دي، هروح على حاجة اسمها كلر من فوق من فورمات، بعد كده كلر، واختار حاجة اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، عايز اخلي فيه شفافية للصورة دي. ظهر معايا علامة زي علامة القلم كده، أروح أضغط على الخلفية فبرضو ما اتشالتش. السبب إن أنا مش منزلها بي إن جي. طب لو جينا نجرب مثلا، الناس تدور لحد ما تلاقي صورة، ندور لحد ما نلاقي صورة. اهي صورة زي دي مثلا، صورة زي دي. اعمل لها سيف مثلا، انسرت ديكتشر، اخترت الصورة دي. طيب هو هيتحرك، هتكون ظهر الخلفية بتاعته. انا عايز اشيل الخلفية، اروح على كلر واختار سيت ترانسبيرنت كلر، ان هو يظهر لي الشفافيه. اول ما اضغط على الخلفيه فكده شال لي الخلفيه بتاعتي، ادي الراجل اهو، ادي الراجل زي ما انتم شايفين. نفس القصه برضو، اضافه حركه من فين؟ من انيميشن، اد انيميشن، واختار مور موشن بيس، اروح واتحرك ناحية اليمين، اتحرك ناحية اليمين، لو ناحية اليسار هرجع للخلف اهو زي ما انتوا شايفين. وبرضو امسك كده واسحب، شوف هو يوصل لحد فين. طيب انا هزود الحركة بتاعته هنا مثلا، كمثال اخليها الراجل اهو، ازود الحركة. حلو خالص. طيب في حاجة بعد كده اسمها الانيميشن، اسمها الانيميشن بين جزء الحركة، اضغط عليه فكده بيقول لي دي الحاجات اللي انت عامل لها حركة. روح اضغط على كنترول A، كنترول A حدد لي كله مع بعض، حدد لي كله مع بعض. تمام، بس قبلها مثلا لو جيت عملت زي سلايد شو فروم بيجيننج، اللي بيحصل
ولا حاجة، ما حصلش أي حاجة. طب المشكلة من فين؟ المشكلة فين؟ ليه ما فيش حركة لحد دلوقتي؟ أروح على أنيميشن، أختار أنيميشن بين، وأروح أحددهم كلهم وأختار من ستارت أخليه ويز بريفيوس. ويز بريفيوس يعني مع السابق، يعني كلهم هيشتغلوا مع بعض، تلاقي الحركة كلها مع بعض. دوس على بريفيو زي ما انتوا شايفين كده اهو، الحركة كلها مع بعض اهي. يبقى بعد ما بحددهم من ستارت اختار حاجة اسمها ويز بريفيوس مع السابق. انا اسف جدا، انا ما كنتش عامل شير سكرين، كنتش عامل شير سكرين. طيب اولا انا هشرح الجزء ده تاني. طب هي كده الصورة واضحة للناس؟ الصورة وضحت كده؟ الصورة وضحت كده؟ ممكن حضرتك تقفل الشير سكرين وتفتحه تاني يا باشمهندس، لأن الصورة ثابتة. طيب كده ظهرت؟ كده تمام. تمام يا باشمهندس. اخر حاجة احنا عملناها اهو، هرجع تاني ارسمها زي ما احنا رسمنا اللي هو الشجرة نفسها. طيب خايفين لو جينا اتحركنا كل جزء فيه او كل عنصر اتحرك لوحده، ازاي احركهم مع بعض؟ احدد الاتنين، احدد اول جزء والتاني، اروح ادوس على كنترول من الكيبورد وما اشيلش ايدي من كنترول، واحدد الجزء التاني، كليك يمين وجروب، اختار جروب. حتى لما اجي احرك هتحرك الشكلين مع بعض. طيب جيت بعد كده في انسرت شيب، اخترت اللي هو الشمس، صورة الشمس، ادوس على شيفت واروح ارسم، هلاقي رسمة الدايرة نفسها طلعت مظبوط معايا. طيب الشمس لونها اصفر، عايز اعمل توهج حوالين الشمس من شيب افكت، واختار حاجه اسمها جلو، واختار اللي هو لون التوهج. وبعد كده عايز العب في الحجم نفسه بتاع التوهج من فين؟ برضو من شيب افكت، من جلو، اختار حاجه اسمها جلو اوبشن، من سايز روح اكبر حجم التوهج. انا عايز اخلي الشمس دي تتحرك ناحية اليمين، اعملها ازاي؟ بروح على انيميشن او حركة واختار اد انيميشن اضافة حركة، واختار حاجة اسمها المور موشن بيس اللي هو مسارات حركة اضافية. اللاينز او الكيرف اللي هي الخطوط والمنحنيات هختار حاجة اسمها رايت. زي ما انتوا شايفين الشمس اتحركت ناحية اليمين، وادوس على اوكي. ظهر معايا حاجة بالشكل ده، اروح اسحبها من النقطة اللي هي او الدايرة الحمراء الصغيرة، واشوف عايز اودي الشمس لفين. اسحب دي اهي، في الديوريشن هنا المدة، هزود المدة، أزود المدة زي ما انتوا شايفين. ولما اجي اعمل بريفيو ايه اللي حصل معايا؟
طيب الخلفية اللي من ورا ازاي انا خليت لها التوهج باللون ده، ادوس على عليها، بعد ما بدوس عليها بروح على السهم الصغير ده واختار حاجة اسمها الفيل كولر، ومن الافكت اوبشن بختار اللون التوهج نفسه. ادي اللون التوهج مثلا، اختار لون زي ده زي ما انتم شايفين. حد هنا تمام. جينا بعد كده انا عايز اخلي في طائر متحرك هنا، طائر يتحرك عكس الشمس، بروح على جوجل واكتب مثلا صورة طائر متحرك جي اي اف، اختار صور وبختار الطائر المتحرك اللي انا عايزه اللي هو بالشكل ده، كليك يمين عليه واختار حاجة اسمها حفظ الصورة باسم. طيب انا حفظت الصورة عندي، اروح على انسرت بعد كده بيكتشر واختار صورة الطائر المتحرك، بس انا عايز يمشي عكس الشمس. صغر حجم نفسه بتاع الطائر واخليه هنا برضو. ازاي اخليه يتحرك عكس الشمس؟ اروح على انيميشن اللي هو حركة وادوس اد انيميشن واختار حاجة اسمها المور موشن بيسز اللي هي مسارات حركة اضافية، وهنزل عند اللاين والكيرف اختار رايت، هيتحرك ناحية اليمين، لا غلط، ناحية اليسار ان هو عكس الشمس زي ما انتم شايفين كده اهو. بس هزود الحركة بتاعته هنا في الديوريشن، الديوريشن اللي هي المدة، تمام. امسكه من هنا اللي هو الدايرة الحمراء دي واسحبه، انا عايز اوديه فين؟ عايز اوديه هنا. طيب بعد كده الراجل المتحرك، صورة الراجل المتحرك برضو من فين؟ أروح على جوجل وأدور على صورة الراجل المتحرك زي دي، لازم بتكون بصيغة الـ GIF، صيغة الـ GIF، وأروح على Insert Picture وأختار صورة الراجل المتحرك. لما يجي الراجل ده يمشي هلاقي برضو الخلفية بتاعته بيضة بنفس الشكل ده، عايز أشيل الخلفية من فورمات، اختار حاجة اسمها color، بعد كده اختار حاجة اسمها set transparent color اللي انا عايز اشيل الشفافية، اروح اضغط على الخلفية اهو زي ما انتم شايفين كده الخلفية اختفت، ده الراجل اللي بيمشي اهو. نفس اللي انا عملته في الشمس والطاير هعمله برضو نفس القصة في الراجل، من فين؟ من انيميشن، بعد كده اد انيميشن واختار حاجه اسمها المور موشن بيسز، الراجل هيتحرك ناحيه اليمين اختار رايت، سيبه كده واسحبه لحد اليمين. الديوريشن اخليها مثلا 18، زي ما انا واقف في الانيميشن في حاجه اسمها الانيميشن بين جزء الحركه، عايز اخلي كلهم بيشتغلوا مع بعض. ازاي؟ من انيميشن بين اختار كنترول او ادوس على كنترول ايه، كده انا خليتهم كلهم مع بعض،
من ستارت هنا هختار حاجة اسمها with previous مع السابق with previous. حد هنا أتمنى ما يكونش فيه مشكلة. لو جينا عملت بريفيو وفي مشكلة إن لون التوهج بيظهر في الأول، هذا خليها نو، هلغي الشمس، هلغي الطائر. تمام، جيت مثلا في الانسيرت شيب لون الشمس لونه اصفر اهو، خلي لها توهج. حجم التوهج زي ما احنا قلنا من جلو اوبشن زود الحجم. عايز اخليها تتحرك ناحية اليمين من انيميشن، واختار حاجة اسمها اد انيميشن اضافة حركة، واختار مور موشن بيسز، واختار اللي هي تتحرك ناحية الرايت اليمين زي ما انتوا شايفين كده. اروح اسحبها كده ناحية اليمين. حد الان كويس. عايز الشمس لو تتحرك يبقى في بتأثر على السما ازاي؟ لو ضغطت على الشكل من ورا اختار حاجة اسمها الفيل كولر، الفيل كولر واختار اللون اورنج زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الطائر خليه العكس، ما اعمل له روتيت. برضو نفس القصة من اد انيميشن من اضافة حركة مور موشن بيسز، واختار اللي هو يتحرك ناحية اليسار. اسحبه مثلا لحد هنا. ازود دي اخليها مثلا 12.5. في حاجة عملناها احنا قلنا عشان يتحركوا كلهم مع بعض بروح على حاجة اسمها انيميشن بين جزء الحركة، وادوس كنترول A واختار with previous مع السابق. لما اجي اعمل بريفيو الشمس اللي بتتحرك سريع لان انا محددتش ليها مدة في الدوريشن اهي، ازود الدوريشن بتاعتها، ادوس على بريفيو، فده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل اللي انتوا شايفينه. ده الانيميشن. انا لو عايز اخلي الخلفيه بتاعت الراجل، احنا قلنا انا بشيل الخلفيه ازاي من فورمات، في حاجه اسمها كلر كلر، واختار حاجه اسمها سيت ترانسبيرنت كلر. اول ما بضغط على الخلفيه بتتشال. طب لو مش عايز اشيل الخلفيه خلاص اسيبها، مفيش اي مشكله، ترجع تاني زي ما كانت اهي. هذه مثلا لو عملت انسرت ورحت ضفت كده، انا سايب الخلفيه زي ما هي. عايز اسيب الخلفيه دي اسيبها، مش عايز اسيبها خلاص. اشيلها ازاي الخلفيه اللي من وراها؟ من كلر واختار حاجه اسمها سيت ترانسبيرنت كلر، واضغط على عليها فكده اتشالت معايا. فده اللي هو الانيميشن. اعمل مشهد تحريكي، كان المفروض ناخد مشهد تاني النهارده برضو انيميشن زي دي، بس الوقت ما سعفناش،
إن شاء الله بإذن الله المحاضرة اللي جاية هيكون وقتها أكبر من كده. أنا بس البداية أنا مرضيش أزود على الناس عشان تكون فاهمة جزء الحركة بيكون شغال إزاي. هناخد شكل تاني زي ديه، وهنعمل العد التنازلي مع بعض، وهنعمل اللي هو الشخصية الكرتونية. ده المحاضرة الجاية بتاعة الباوربوينت. المحاضرة اللي بعدها المحاضرة الثالثة في اللي هو جزء التطبيقات بتاعة الباوربوينت، هنتعلم ازاي مثلا نكتب اسم على السبورة بالطباشير، وهنتعلم ازاي نعمل بازل او لعبة، وازاي اعمل صوتي على الباوربوينت. بإذن الله هنزل لكم تاسك المحاضرة دي ان شاء الله. الناس هتعمل لي انيميشن بالشكل اللي احنا شرحناه النهاردة في محاضرة اليوم. فاللي اتشرح النهاردة في محاضرة اليوم ان شاء الله هتعملوه في تاسك وتسلموه بإذن الله. تمام. طيب في اي مشكلة في اللي اتقال النهاردة كده كده هنعيد عليه تاني ان شاء الله، مع قبل ما ادخل في المحاضرة الجديدة هعيد على كل ده تاني. الاول في اي مشكلة لازم اتأكد لما اجي اروح على الانيميشن اتأكد ان ده كله نفس الرقم. هتلاقي اول حاجة الشمس رقم واحد، الشمس رقم واحد، هلاقي اللي هو اللون اللي انا مختاره من تحت رقم اتنين، هلاقي الطاير رقم تلاتة، وهلاقي الراجل رقم اربعة. فلازم اتأكد من الارقام دي، لازم اتأكد ان كل واحد واخد مسار حركة بتاعه الاساسي. مين فيهم بيتحرك قبل التاني؟ طيب لما اجي اخليهم كلهم مع بعض، لما اجي اختار وزب ريفيوس هلاقي كلهم نفس الرقم من فوق. الجزء اللي خدناه في محاضرة اليوم ان شاء الله بداية لشغل كتير في الباوربوينت لسه هناخده خلال المحاضرتين الجايين ان شاء الله. بس الناس لازم تكون فاهمة كويس جزء الانيميشن وجزء الحركة. انا اللي يهمني الفترة اللي جاية كلها، انا شغلي كله هيكون على الشيب اللي هو من انسيرت اختار شيب اللي هي الاشكال، والانيميشن انيميشن اللي هي الحركة، شغلنا كله هيكون عليها ان شاء الله المحاضرات الجاية. وهنعرف اوامر كتيرة ان شاء الله ما كناش فاهمينها في جزء الانيميشن هناخدها في اي تطبيق من التطبيقات الجاية. يبقى كده ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنعيد على ده تاني، هنعمل شكل تاني، زائد ان احنا هناخد العد التنازلي ازاي اعمل عد تنازلي، واللي هو الشخصية الكرتونية ازاي بنفذها على الباور بوينت. تمام. هندسة انا خلصت محاضرة اليوم. تمام. فاللي عنده أي مشكلة برضه يتواصل معايا على واتساب أو يبعت على الجروب إن شاء الله.